نعم، إذا كدبلوماسي أنا لازم أقول لك إن بالرغم من ماذا نرى مثلا أمام وسائل الإعلام أحيانا، الاتجاه أو وجهة النظر أو الموقف الأمريكي لم يتغير بشكل جذري منذ ممكن نقول الرئيس كلينتون في القرن الماضي في التسعينات. الولايات المتحدة ما زالت تعتبر إيران أكبر رعاية للإرهابية في المنطقة. نحن لدينا تنسيق وتعاون مع الدول الخليجية وإسرائيل بالنسبة للتحديدات من إيران، وأنا لا أتوقع أن رئيس هاريس أو رئيس ترامب سيختلف من ذلك الموقف. إذا نحن سنستمر في هذا التنسيق مع الدول الخليجية وإسرائيل والدول الأخرى في أوروبا بالنسبة للتحديدات من إيران.